المسابقة اللي هي بتاعت الميدالية الذهبية والتابلت. ماشي محمد أخويا معايا الميدالية الذهبية وأنا معايا مسابقة التابلت. هاي الميدالية الذهبية دي وأنا معايا التابلت. ماشي عندنا هنا الأرقام أهو شكة دي الأرقام أهي محمد هياخد دي وأنا هاخد دي. تمام عندنا هنا مقصات كده رقم واحد، ما احنا مش عندنا رقم واحد فهنحط بدله. هو هنا مدينا زي مساعدات هنحط رقم واحد ده فيه واحد. ماشي نص وعندنا جلوة عشان نلزق. من الأول هنقص الحاجات دي الورق ده، لا مش هنقص دي هنسيبها زي ما هي ندعم في الموبايل. تمام يلا خد قص انت. بص انا عندي فكرة. ايه لا لا صح. ايه دي بتاعتي. صح خد ولا بلاش بلاش قص انت رقم ثلاثة على بال ايه ما انا ما انا عندي فكرة. ماشي تقص الاتنين دولت ولا قص الاتنين دولت بعدين تاخدي تقصي كده. لا مش يعني عشان كل واحد يقص حاجة. تمام هنقص طبعا ايه على حسب في خطوط هنا ايه مرسومالنا اهي الخطوط دي الصغنونة دي هنقص كده من عندها ويبقى الشكل الاخضر دون بس هو الايه اللي موجود. تمام انا بعدت شوية عن الخط بس ما قطعتش الاخضر. مش مشكلة المهم انك ما تقطعش الاخضر كده. انا قصيت ايه رقم اتنين. طبعا كل ما نقص حاجة هنسيبها على جنب مش هنلزقها على طول. خد انت رقم اتنين اهو وهات ايه ده انا بص بتاعتك محمد اسف اتلخبط اصل نفسي في التابلت فعلا زي ما عملت في المسابقة اللي فاتت. ماما قالت لو انا فزت علشان التابلت ده يا جماعة بيكون قرعة انما الميدالية الذهبية بتكون كل واحد بياخد ميدالية ذهبية. يعني مثلا انا ومحمد اشتركنا في الميدالية الذهبية كل واحد بياخد واحدة مش قرعة يعني ماجد بيوزع على كل حد اشترك في الميدالية الذهبية ميدالية. تمام لكن التابلت بقى ايه قرعة. محمد انت هتقص اللي لونه ازرق ركز بنتي وتقص اولا بعدين. طيب ماشي انا هقص اولا بعدين انت. بص انا سايبه لك اللي لونها ازرق اهو قصه دي. ماشي ماشي تمام هو محمد اهو ايه بيقص وانا هقص رقم اربعة على بال ما هو ما ايه ما يخلص. بعد ما نخلص تقص ونلزق بقى عندنا هنا الاسم كامل ومكان وتاريخ الميلاد المدرسة واسم الأب عنوان عمل ولي الأمر اللي هو ماما وبابا رقم الهاتف وعنوان كامل وهاتف المنزل. وعندنا هنا ألصق صورتك هنا يعني صورة لينا هنلزقها. بس أنا يعني متأكدش إن احنا هنلزق صورة. ونحط في العدد
اديته لمحمد اهو. رقم 6 اخر رقم ناقصته اقص دلوقتي ايه. رقم 7 واضح ان احنا مش عندنا 8، لا عندنا 8 ما شاء الله. لحد دلوقتي ما استخدمناش غير واحده بس اللي احنا تقريبا احنا بالنهار مش بالليل، لو فاكرين ان احنا بالليل لا احنا بالنهار. ورمضان كريم عشان احنا في رمضان وصايمين النهارده بس عشان صوم مبارك عليكم جميعا وعليكم وافطارا شهيا. صوم مباركا وافطارا شهيا. نغم ومحمد يحييكم وكل سنه وانتم طيبين. طبعا هي الارقام صغنونه اصلا يعني ايدي اكبر منها فانا مش عارفة اعملها اصلا. بص حاسة ان انا بطبق هدوم لباربي. هدوم لباربي العروسة بقى. احنا عندنا اختنا الصغيرة رحيق، طبعا هي طلعت معانا في فيديوهات قبل كده فاكيد انتوا عارفينها. طلعت في فيديو الامورة طلعت في فيديوهات كتيرة اهو كده. تمام انا بتبدأ ايه رقم 9. محمد لسه اصلا ما وصلش تماما. تعالي دبس اقول دبس اقول بس مش عايز. تعالي مساعدات بس اللي ماجد حكيناهم. لا المره اللي فاتت كانوا 4 صح. بس المره دي قالوا بقى 3 بس. انا مش فاكر ده اصلي فاكر ده هو بيعمل. تعالي قولي باي. تعالي هي دي اختنا رحيم. دي اختنا لولو حبيبتنا. قولي باي قولي باي. رقم 10 باي. اديهم بوسة اديهم بوسة يا بابا. لا طب ننزل كده. لا سيبي دي خالص. بصي تعالي اقعدي هنا. اقعدي هنا ايوه. استني هنا ماشي لحد ما نخلص اوكي. طبعا هي لسه صغنونه عندها سنتين فمش صايمه ولسه من 5 دقايق دقيقتين بتاكل موز قدام. نم 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 نم. هو رقم 10 صراحه دي الجو. انا 11 يا ابني ولا 11 انت ايه ده ازاي انا في 11 انا في 12 نعم يا دول. ولا في 11 بقصها بطريقه مذهله. ايه طبعا هي انا اسمي نغم بس هي ما بتعرفش تقول نغم فبتقول كوكي. فبتقول كوكي يعني مش عارفه ده دلع ده ولا ايه. ده دلع زي كيكه. كيكه مثلا بتقول يعني حاجات كتير مش حاجه واحده. كده رقمين 13 مش موجود. يا ريت بس ما يكونش واحد جديد. يا ريت ما يكونش ولا هيبوظ الفيديو كده.
جابت ده كيكة كنت هاخدها على صول. كان هياخدها يفتح ياكلها وهو صول. بس كانت ست صغير. ما احلى القصة. على فكرة انا بدأت هزعل. بدأت انبسط. انا على فكرة متشوقة قوي ان انا اخد الايباد. يعني تابلت بالانجليزي. الايباد او التابلت هو ده. يا سلام. هو بالقرعة يعني ممكن مثلا واحد تاني مشترك. بس فاضل يومين. ده احنا بنصوره. فاضل يومين. فاضل يومين لازم نبعت ال بكرة. بس يعني اخر يوم. انا في 24. 21 22 اهي. بحط دي على جنب الحدث. خلاص. انا في 4. ايه ده؟ 23 ناقصة. لا 23 معلش. صعب في التركيز. صراحة صعب يعني الواحد يركز في الارقام عشان يشوف ايه اللي ناقص. ويقطع برضه. ويقص. لا يقص مش يقطع. هو واحد. اسف. لا تخبط. ويقص يعني حاجة فعلا صعبة. فعلا فعلا صعبة. علشان يعني يقطع معناها يقطع كده يقطع الورق. ماشي. 22 23. انا في 24. انا في 25. ماشي انا ما انت عاوزة بس كده برا. طبعا احنا بنجمع في الورق دون يعني ايه بقى لنا كتير قوي. يعني مش كتير لدرجة سنة. لا. او تلازين. سنة كاملة بنلم في الورق ده. مش وبعد سنة جات لنا المجلة عشان نلزق فيها الفرق. ايوه على فكرة اللي عاوز يجيب مجلة ماجد يجيب. على فكرة المجلة عاملة مسابقات. وفي مسابقة فيها فلوس. بس لازم تلحقوا دي عشان دي هي اللي فيها فلوس. بس في مش الميدالية الذهبية. لا في ماجد بتعمل كده زي ولا زي كده مسابقات في المجلة. زي ألعاب كده لازم تحلوها. لازم في برضو حاجة كده بيبقى فيها صورة والصورة دي بيبقى جنبيها حرف. بس أولا بيبقى فوق صورة كده. صورة بتديك حوالي 100 جنيه. لا مش 100 درهم علشان هم مش عندهم جنيه. عندهم 100 درهم. فممكن انت تكسب ال 100 درهم وتروح تعملهم في مصر تبقى مليونير يا باشا. خلاص منك مع انك اختي الاكبر. صح. انا اكبر منه ب سنتين. سنتين ايه؟ هو احنا لاحقين؟ انا مولودة 2009 وانت مولودة 2010. خدي حاجة. مش ملحقين على بعض. خدي اتنين سنتين. حسنا توأم. انا عندي صحاب توأم في نفس الفصل ونفس المكان. وتقريبا ناقص يكونوا نفس الاسم. دول شبه بعض. عارفين اسمهم ايه؟ عبد الله وعبد الرحمن. شبه بعض قوي بتلخبط منهم هما الاثنين. وانت بتحب اصحابك دول؟ بحبهم. ايه ده 33 فين ال 34؟ ايه ده ما تقولوش. يا بابا ده اصلنا بس واحد وانا ابقى فضيحه. ما احنا خلصنا. استنى ما احنا اخر رقم قصينه كام؟ 33. 33 كده. واحد 13. المقص ده مش على قد ايه. انا مش عارفه ادخل في ثواني. انا 37. 37. ما فيش 38. ايه ده 36 37 8. ما احنا قلنا ان في رقم
رقم ناقص اهو. احنا كده ناقص يا خرابي يا خلاص. بص احنا مش ما نقولش ايه اللي ناقصنا، ممكن يكون مستخبي. احنا خلص على فكرة قربنا خلص، احنا في 41 دلوقتي وانا خلصت ال 40. هبتدي 41. احنا دلوقتي في تقريبا يعني خلاص فاضل لنا 5 ارقام ونبقى في الخمسه. بس على فكره فاضل لنا كام؟ 1 2. بس واضح اللي احنا كونا 4 5. فاضل لنا 5 ارقام ونكون خلاص. لا انا كنت ثانيه انا منتظر. ما تقطعي بسرعه والا هتقطعي الورق. بيني 4 بس هو حاطط 3 بنات بس. ما انا مش عارفه بقى هنعمل ايه، يمكن نسوي. بلاش اوكي انا في 51 يا شباب. اما انا في 50 يا استاذ. ما انا عارفه بس يعني ايه، احنا دايما كنا بنجيب مجلتين، واحده ليا وواحده لاخويا. ف يعني عندنا من الورق ده 2، فماما بتدور لنا على يمكن تلاقي ارقام اللي ضايعه مننا. تمام بس مش عارفه لازم هنلزق دلوقتي. تعالي ليه اسف على البهدله، هلمها لما نخلص كل حاجه. بص اتني من جنبك كده عشان مش ماشي. هنلزق دلوقتي وسيب اللي هي الحاجات دي للاخر. تمام هنلزق عندنا البلو او بلو او مش عارفه صراحه اسم التاني. لازم عاوزين اول حاجه رقم 1. طلع من عندك رقم 1 يا محمد. حاضر بحاول اهو. 1 مش موجود. قصدي رقم 2 اهو. 2 و 3 كمان طلعتهم. اتعيد له شويه يا اسطى. ورق مجرد ورق. 2 ولزقنا طول لزقناها لزقات يا شباب. انت بتمسكوا حاسه انه بيحوسوا. 3 ثلاثة الحلو. أجل طلعت كلمتي صح، دي ثلاثة تاني. أنا هحاول أمسك رقم 4 ونمضى. حلو لا بلاش ممكن تكون ثمانية وأربعين. هو في نص 5 و4 3. أنت بتمسك Thank you.
33 برضو؟ 33 موجودة يا ماما. عندك عندك في الأوراق التانية 38 أو 4 أو 34 دي كام؟ 34 دي 34 هنا هنا طب عندك 38؟ لا مش عندي. هو ده الرقم الناقص كده، في ثلاث ارقام ناقصة صح كده؟ مش عارف. طب في رقم واحد؟ لا. رقم 13؟ 13 هو اللي لسه بدورين تحت، مفيش رقم. تبقوا بالنصين. خلينا نشوف. دي 34 2 3 رأيك 3 بحرز احمد ارزق كده احنا مبسوطين. واحد ثم تعد في التاح اثنان ثلاثة اثنين ثلاثة هي الجزلة بس يلا او اثنين او واحدة طيب او ولا واحدة. انت عندك كام؟ دون سجون احتياطي ما جيت بالدخول احيانا صح؟ لا بالدخول كل مرة بيجي فيها ال في 38 هنلزق سجون احتياطي. اديتك في 38 الجلو عشان تلزقي بيه بس خلاص كده. ايه خلصنا التلزيق، هنشيل بقى ايه البلو عشان ما ينشفش. البلو جامد من اول واحد لغايه هنا بقى هيجي دور القلم الاسم كاملا. نكتب هنا عندنا نغم امين اسماعيل. امين لو مش بتعرف تكتب اسماعيل اقول لك الحروف انت تكتبيها. ليه جهلة؟ أنا في سنة رابعة يا حبيبي لازم أكون أعرف أكتب كل حاجة صح. تصدق الاسم صح؟ إسماعيل أمين. هو فعلا اسمنا كده؟ أه افتكرت لغاية وفي إسماعيل كمان على فكرة بس مكان مش هكذا. مكان وتاريخ الميلاد ده هنحتاج فيه ماما. ماما مكان وتاريخ الميلاد. عيد ميلادك في 9 أما أنا 10 خلاص نبقى أسميكم وأنا هبلغكم عيد الميلاد. لحظة أنا عارف أنا عيد ميلادي في عيد ميلادي أنا مش عيد. طيب نكتب اللي احنا عارفينه. كون ايه يا زين كده هنكون خلصنا الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانت تفعل على الجرس عشان يوصلنا كل جديد. لو عاوزين تسألونا اي سؤال او يعني مثلا اكتبونا اكتبونا تحت في الكومنتات. يلا باي باي مع السلامة. لحظة واحدة ماشي مع السلامة.